يقول لي بعد كده جسم طوله 5 سنتي يقع على بعد 8 سنتي من مرآة مقعرة بعدها البؤرة 4. هو الجسم طوله 5، بالراحة برضو احنا هنترجمها واحدة واحدة اهي. الجسم يا مستر قال لي ايه؟ قال لك دي الاول هرسم بيانات مرآة مقعرة. المرآة المقعرة اهي، هرسم بيانات كده، يبقى الحد هنا ب والحد هنا ميم. قال لك الجسم طوله 5 يقع على بعد 8 سنتي من مرآة مقعرة بعدها البؤري 4. البعد البؤري المسافة بين قاف لحد بها 4، يبقى المسافة من قاف لحد ميم كام؟ 8. تمام كده؟ 8. هو الجسم قال لي واقع على بعد 8، يبقى معناه ان الجسم واقع فين؟ على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري، يعني هنا كده. تمام. طيب عندك الجسم ده بيقول لي طوله كام؟ قال لك طوله 5 سنتي. طول الجسم 5 سنتي، يعني الجسم ده طوله 5 سنتي. فهنا بيقول لي ارسم شكلا تخطيطيا يوضح مسار الاشعة الساقطة على المرآة والاشعة المنعكس. يلا هنوصل. هتاخد شعاع موازي للمحور الاصلي، هينعكس مرة بالبؤر. طب هو هنا الجسم لما يبقى عند ميم بتكون الصورة برضو عند ميم، يبقى في الحالة دي شعاع موازي مرة بالبؤرة هينعكس موازي للمحور الاصلي. نقطة التقاءهم تحت ميم هتروح جاي عامل رسم الصورة اهي. تمام. برضو هتبقى وهتكون حقيقية مقلوبة مساوية للجسم، يعني لو الجسم هنا هو مدولي ب5 يبقى برضو الصورة هتبقى ب5 سنتي. تمام. طيب اذكر خواص الصورة، قلناها حقيقية مقلوبة مساوية للجسم في الحجم. طول الصورة هيبقى 5 سنتي، برضو طول الصورة هيبقى 5 سنتي، لان الجسم هنا الصورة اتكونت على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري. طيب عندك بعد كده يقول لي رقم 7، يقول لك وضع جسم على بعد 3 سنتي من مرآة مقعرة بعدها البؤري 5. يبقى الجسم اتحط على بعد 3 من مراية البعد البؤري بتاعها كام؟ 5. بيقول لك ارسم شكلا تخطيطيا يوضح مسار الأشعة الساقطة على المرآة والأشعة المنعكسة عنها. طيب هو الجسم اتحط على بعد كام؟ 3 من مراية مقعرة بعدها البؤري كام؟ 5. والراحة كده برضو اهي، نرسمها له هنا كده. ركز معايا كده بالراحة اهي، اهي دي كده المراية مقعرة اهي، المراية ديت قاف. بعد كده هنيجي هنا كده تعمل له محور الأصلي هنا ب هنا ميم. يقول لك الجسم اتحط على بعد كام؟ 3. المراية بعدها كام؟ أنا لازم الأول أحدد البعد البار. بعد البار هنا 5. بعد البار المسافة من قاف لحد ب الحتة دي ب5، يبقى من قاف لحد ميم كام؟ هيبقى 10، يبقى الحتة دي كلها عاملة 10. طيب هو بقى بيقول لي الجسم اتحط على بعد 3، يبقى لما الحد ب هنا 5 يبقى 3 دي أقل من ب، يعني هنا كده يبقى الجسم يبقى أقل من ب، يبقى في الحالة دي الصورة هتبقى خلف المرآة. شعاع كده موازي للمحور الأصلي هينعكس مرة بالبؤرة، شعاع تاني يمر بميم هيرتد على نفسه، ناخد امتداداتهم يبقى الصورة هتبقى خلف المرآة، هتبقى نفس الحالة اللي احنا لسه عاملينها من شوية. تمام. وهتكون حقيقية تقديرية معتدلة مكبرة. تقديرية معتدلة ايه؟ مكبرة. طيب عندك بعد كده إذا نظرت إلى صورتك في مرآة فوجدتها معتدلة مصغرة، ما نوع المرآة؟ طالما معتدلة ومصغرة، أول ما تلاقي معتدلة يبقى معناه إنها تقديرية، ومصغرة يعني ديت هتبقى مرآة محدبة. المرآة المحدبة تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة، يبقى دي مرآة محدبة. هل يمكن استقبال صورتك على حال؟ لأ، لأنها تنتج من تلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة، لأنها تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة الإيه؟ المنعكسة. طيب عندك بعد كده رقم 9، وضعت شمعة مضيئة على بعد 20 سنتي أمام مرآة محدبة. خلي بالك من كلمة مرآة محدبة، بعدها البؤري 35. ثم وضعت مرة أخرى على بعد 80 سنتي أمام نفس المرآة، يعني مرآة محدبة برضو. أذكر خواص الصورة المتكونة في الحالتين مع تعليل إجابتك. طالما مرآة محدبة ما يفرقش معايا الجسم اتحط فين، مهما تحطه في أي مكان هي المواصفات واحدة والخواص واحدة بتاعة الصورة، تكون تقديرية معتدلة مصغرة. تقديرية معتدلة إيه؟ مصغرة. تمام. طيب نكمل مع بعض. طيب يجي يقول لي أكمل، إذا وقف شخص على بعد 3 متر أمام مرآة مستوي تتكون له صورة على بعد كام؟ قال لك هتتكون له صورة على بعد 3 متر، ما هي لأن بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عنه، يبقى هنا 3 متر. وإذا تحرك هذا الشخص متر واحد نحو المرآة، لو الشخص ده قرب لقمة المرآة متر، يعني معناه إن هو المسافة بينه نقصت، بينه وبين المرآة نقصت، بدل ما كانت 3 هتبقى 2، يبقى هنا بعد الشخص عن صورته هيبقى كام؟ يبقى المسافة بينه وبين صورته هيبقى هو بينه وبين المراية 2، لما قرب متر من المراية أصبح المسافة بينه وبين المراية 2، وصورته برضه هيبقى المسافة هناك في الصورة في المراية 2، يبقى 2 و2 كام؟ 4، يبقى هنا هيبقى المسافة بينه وبين صورته الجديدة هتبقى 4 متر. 4 إيه؟ متر.
طيب عندي بعد كده يجي يقول لي رقم 21، اختر الإجابة الصحيحة من الشكل المقابل. إذا كانت الزاوية بين الشعاع الضوء الساقط وسطح المرآة تساوي 130 درجة، فإن زاوية انعكاس شعاع الضوء تساوي نقط 40 ولا 50 ولا 90 ولا 130. بص معايا على المسألة دي كده بالراحة، هنشرحها واحدة واحدة. يجي يقول لي لو جاب لي بالشكل ده كده، يديني الرسمة دي كده، يجيبها لي في الامتحان هي بالشكل ده اهو، هيت كده، ده سطح عاكس اهو، ويديني هنا ده شعاع ساقط اهو، ماشي. طيب هنا يقول لي ايه؟ يقول لي زاوية الانعكاس تكون بتساوي كام؟ بالراحة كده واحدة واحدة. انت عندك الحتة ده هي كلها مديهالي ب 130، الحتة ده هي كلها، ركز كده، كل الحتة ده يا مستر مديهالي ب 130، مديهالي ب 130 اهو. هو اللي بيقول لي، بيقول لي الشعاع الضوئي الساقط وسطح المراية، بين الشعاع الساقط اهو وسطح المراية، الحتة دي كلها ب 130. طب فإن زاوية الانعكاس تكون بتساوي كام؟ بالراحة. هو هنا قال لي دي ب 130 كلها. طب ما أنا لو عملت عمود مقاوم مع السطح العاكس، اعمل الأول عمود مقاوم، دي أول خطوة. العمود المقاوم بينصف لي الزاوية دي نصين. هي أصلا الزاوية دي كلها بكام؟ لو أنا كملتها كده، يعني لو هي كملت كده بالحتة دي كمان، تبقى كده كلها كام كده؟ 180 درجة. قال لك يعني ال 180 دول درجة، لما اشيل منهم ال 130 اللي هو مديهم لي، يتفضل كام؟ قال لك هيتفضل 50 درجة. هيتفضل 50 ايه؟ درجة. يبقى الحتة اللي فاضلة ده اهي، التتمة بتاعت دي كده عشان تكمل، يبقى هنا ناقصة كمان 50، ناقصة كمان ايه؟ 50. طيب بالراحة بقى، هو عايز زاوية الايه؟ هو عايز زاوية الانعكاس. طب هنا الشعاع سقط، الأول هجيب زاوية السقوط دي. احنا قلنا السطح العاكس عامل مع العمود المقام زاوية قيمتها 90 درجة، الحتة دي 90 درجة يا مستر. كده انا جبت الحته اللي فاضله، الحته اللي فاضله انا طلعتها من شويه بكام؟ ب 50، لما طرحت 180 شلت منهم ال 130 اللي هم ادوهم لي عشان اكمل اللفه كامله كده، اللي هي المنقله الكامله كده. فهنا اتفضل 50، يبقى الحته اللي فاضله هنا ده اهي، الحته اللي كانت هنا دي عامله 50، تمام؟ 50 درجه. منها اقدر اجيب زاويه السقوط. ليه؟ لان الحته لما عمل عمود المقاومه هيعمل لي هنا زاويه 90، يبقى هنا 90، هنشيل منهم ال 50 دي، هيتفضل لي كام؟ 40. يبقى هنا زاوية السقوط اللي هي ما بين العمود المقام والسطح والشعاع الساقط هتبقى الحتة دي ب50. ولو عملت بقى شعاع منعكس كمان، يبقى برضو الحتة اللي زي هناك الزاوية دي هتبقى عاملة 50، وتبقى هنا لما دي ب50 هتبقى، آسف، دي عاملة 40، دي عاملة ايه؟ 40. مش انا اللي طرحت قلت 90 نشيل منه دي 90، نشيل منها ال50 يتفضل لي 40، يبقى زاوية السقوط هنا ب40، 40 درجة. وهنا زيها هتبقى زاوية الانعكاس برضو كام؟ ب40 درجة. ويبقى زيها هناك دي ب50، يبقى اللي زيها هناك 50 درجة برضو، يبقى دي ب50 تاني. يبقى هي فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا بعمل عمود مقاوم واشوف تكملة الزاوية. انت عندك هنا مديني 130، الزاوية دي كلها، اللفة دي كلها كده، دي ب180 درجة. 180 ايه؟ درجة. يبقى ال 180 هشيل منهم ال 130 اللي ادوهم لي، هيتفضل لي 50، يبقى الحتة اللي فاضلة هنا كده هتبقى ب50. اعمل انا عمود مقاوم، عمود المقاوم بيعمل زاوية قايمة، يبقى هتشيل من ال 90 هنشيل منهم ال 50، هيتفضل لي 40. يبقى اذا هنا الزاوية السقوط ب 40، وزاوية الانعكاس ب 40، وتبقى الزاوية هناك الخارجة برضو المتممة دي هتبقى 50، تمام؟ بس خلاص. يبقى هنا قلنا هتبقى الزاوية عاملة كام؟ هتبقى عاملة 40 درجة. يبقى 40 ولا 50 ولا 90؟ هيبقى 40 درجة، تمام. عندي بعد كده يجي يقول لي رقم 2، إذا وضع جسم أمام مرآة مستوية فإن النسبة بين طول الصورة وطول الجسم نقط الواحد ساعة. هي في المرآة المستوية بيكون بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عنها، وبتكون مساوية للجسم في الحجم، يبقى الصورة بتكون مساوية للجسم فين؟ في الحجم. فهنا النسبة بين طول الصورة وطول الجسم بين الاتنين متساويين، يبقى نقول له تساوي الواحد الصحيح، يبقى الإجابة رقم ب. عندك بعد كده رقم 3، وضع جسم على بعد 10 سنتي أمام مرآة مقعرة فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مساوية. طالما مساوية يبقى في الحالة دي الجسم كان واقف عند كام؟ على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري، يعني واقف عند ميم، يبقى لحد ميم كده كان عامل 10 سنتي، ده ضعف البعد البؤري. فإذا تحرك الجسم 3 سنتي تجاه المرآة فتتكون له صورة إيه؟ قال لك بالراحة. وهنا تخيل كده معايا الأول شكل المراية عامل إزاي؟ أهو المراية أهي، دي مراية مقعرة، ركز كده، مراية مقعرة اهي، دي قاف، وبعدين هنعمل السطح بتاعنا، ده كده ب، وده كده م. هو بيقول لي ايه؟ إذا وضع جسم أمام مرآة بيقول لي ايه؟ بيقول لي وضع جسم على بعد 10 سنتي أمام مرآة مقعرة، تمام، فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مساوي، يبقى معنى إن تبقى حقيقية ومقلوبة مساوي، يعني الصورة هتبقى هنا كده عند مين؟ والجسم هنا هيبقى عند مين برضه؟
ليه؟ قالك لان هي المرايه المكعبه بتكون صور حقيقيه مقلوبه مساويه لما الجسم يكون على بعد بيساوي الضعف البعد البري، يعني عند مين؟ يبقى لحد مين كده انا استنتجت ان الحته دي عامله 10، عامله 10 ايه سنتي. طيب ويبقى لحد نص لحد البعد البري اللي هي المسافه بين قف لباه، البعد البري بيبقى عامل كام؟ يبقى عامل 5 سنتي. يبقى البعد البري عامل كام؟ 5 سنتي، اللي هي المسافه بين قف لباه. طيب بيقول لك بقى لو الجسم ده تحرك 3 سنتي ناحيه المرآه، يعني الجسم ده بدل ما كان واقف عند ميم، اهو الجسم بعد ما كان واقف عند ميم عايزينه يتحرك كده 3 سنتي، يتحرك كده 3 ايه؟ 3 سنتي باتجاه المرآة، يعني هيقف هنا كده. طيب هو الحد ب قلنا كام؟ الحد ب عامل 5 والحد ميم عامل 10، الجسم اتحرك 3 رجع من العشرة دي 3 اتفضل كام؟ يبقى المسافة بين الجسم دلوقتي وبين المرآة عامل 7، اتفضل 7 مش هو رجع 3 من العشرة لحد ميم كده 10، هو رجع منهم 3 بيقول لي اتحرك الجسم 3 سنتي ناحية المراية، يبقى رجع 3 من العشرة يتفضل لي 7، يبقى البعد دلوقتي بين الجسم وبين المراية عامل 7. طب هنا بقى يبقى الجسم هنا دلوقتي واقف فين في الوضع الجديد؟ واقف على بعد أكبر من البعد البؤري، لأن البعد البؤري عامل 5، هو واقف على بعد 7 أكبر شوية، يبقى أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري، لأن ضعف البعد البؤري 10، هو واقف على بعد 7، يبقى على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري. طب جميل، طب في الحالة دي الصورة هتبقى فين لما الجسم يكون واقف على بعد أكبر من البعد البري وأقل من ضعف البعد البري؟ الصورة هتكون على بعد أكبر من ضعف البعد البري، يبقى الصورة هتكون هنا كده على بعد أكبر من ضعف البعد الإيه؟ البري، وهتكون مواصفاتها إيه؟ حقيقية مقلوبة مكبرة، حقيقية مقلوبة إيه؟ مكبرة. يبقى هنا هنقول له حقيقية مقلوبة مكبرة، الإجابة رقم ب. عندي بعد كده رقم 4، وضع جسم أمام مرآة مقعرة بعدها البري 8، البعد البؤري المسافة من قف لحد ب 8، يبقى المسافة من قف لحد ميم كام؟ هيبقى 16. الصورة اتكونت على بعد 20، معناه إن الجسم كان فين؟ الجسم كان بين ب وميم، ماشي، يعني أكبر من 8 وأقل من 16 عشان تتكون له صورة على بعد أكبر من على بعد 20. ففي الحالة دي هتكون إيه؟ أكبر من 8 وأقل من 16، اللي هي كده برضه. بص كده لو مش واصلة ركز معايا كده بالراحة، تبقى بالشكل ده. ديت مراية مقعرة اهي، ماشي، ده كده اهو، دي كده ب، دي كده م. هو قال لي هنا بيقول لي المسافة وضع جسم على بعد على مراية مقعرة بعدها البؤري 8، البعد البؤري المراية ايه؟ 8، البعد البؤري اللي هو المسافة لحد ب، الحتة ده اهي كده عاملة 8 سنتي، يبقى من قاف لحد ب 8، يبقى من قف لحد ميم كام؟ الحته دي كام كده؟ ضعفها، ضعف التمانية كام؟ يبقى 16، والحته دي كلها 16. طب يبقى لحد ميم كده عامله كام؟ 16 سنتي. طب الجسم بقى ما الصوره بتاعت الجسم اتكونت على بعد 20، 20 دي يعني معناها ابعد من ميم كمان، يبقى الصوره هنا هتبقى هنا كده، تمام؟ اتكونت على بعد 20، يبقى معناها ان الجسم كان واقف فين عشان تكون له صوره على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري؟ معناها ان الجسم كان واقف بين ب وميم هنا كده، يعني على بعد اكبر من 8 وأقل من 16، أكبر من 8 وأقل من إيه؟ من 16، تمام؟ طيب يبقى هنا هنقول له أكبر من 8 وأقل من 16. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يقول لي في الشكل المقابل وضع جسم أمام مرآة مقعرة فتكونت له صورة تقديرية معتدلة مكبرة، يبقى صورة إيه؟ تقديرية. خلي بالك هو قال لك مرآة مقعرة، أنت عندك المرآة المقعرة المفروض إن هي بتدي كل الحالات صور حقيقية ما عدا حالة واحدة اللي هي الحالة الأخيرة لما الجسم يكون واقف على بعد أقل من البعد البؤري، يعني أقل من ب، في الحالة دي بتدي صور تقديرية ومعتدلة ومكبرة. ما البعد البؤري للمرآة المستخدم؟ بص معايا كده بالراحة، دي مرآة مقعرة، هنا الجسم هنا واقف عند 2، مديني تدريج بقى 1 2 3 4 5 6، بيقول لي هنا الجسم واقف عند 2، خلاص كده أنا عرفت في دماغي إن الجسم هنا واقف على بعد اقل من البعد البؤري، يعني اقل من ب، يبقى معناها ان ب لسه قدام. طب فهنا ب تكون انهي واحده من دول، 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6؟ بعرفها ازاي؟ بص كده معايا بالراحه، نص القطر كله ب 6، نص القطر كله ايه؟ ب 6، وهنا برضو نص القطر ب 6 اهو، يبقى هنا لحد ب لما نص القطر المسافه بين قاف لحد م عامله 6، يبقى نصها كام بالظبط؟ هيبقى 3، اللي هي المسافه من قاف لحد ب هتبقى ب 3، فعشان كده هنختار 3، هنختار ايه؟ 3، يبقى 3 دي هي هتبقى البعد البؤري، يبقى البعد البؤري هيبقى عند 3، وهتختار 4، يبقى انت بتقيم على حسب الارقام اللي مدالك، هنا نص القطر ب6، يبقى المسافه لحد ب هتبقى عامله 3، يبقى هنا هنقول له نص القطر هيبقى كام؟ هنقول له 3، الاجابه رقم ب. طب عندي بعد كده نيجي يقول لي ادرس الاشكال التاليه،
ثم أجب في الشكل المقابل سقط شعاع ضوء على المرآة ألف وانعكس على المرآة ب. احسب كل من واحد زاوية السقوط على المرآة ألف. بص معايا بالراحة، هو سقط هنا على المراية دي ما اسمهاش زاوية سقوط، لأن في ناس بتلخبط، ده اسمها الزاوية المحصورة بين السطح العاكس والشعاع الساقط، دي ب30. طب ما هو هنا العمود المقام عامل زاوية 90 درجة مع السطح العاكس، تمام؟ يعني أنا لو عكست كده، بص معايا كده الشكل، لو اتعكس كده هيبقى العمود المقام ده عامل زاوية 90 هنا كده، 90 درجة. طيب هو مديني من 90 دي 30، يتفضل كام؟ يبقى هنطرح منهم 90 ناقص 30 هيديني 60، يبقى هنا زاوية السقوط 60، وهنا تبقى زاوية الانعكاس زيها برضه 60، تبقى هنا الزاوية كام؟ 30، تمام؟ طيب. هنا بقى ركز بقى معايا كده، نرجع تاني اهو، بيقول لك بقى يا سيدي ايه، بيقول لك يبقى دي كده اصبحت 30 ماشي، وهناك هنا ده سقط كده فانعكس هنا، هنا مديني برضو الزاوية اللي بين السطح العاكس والسطح العاكس والشعاع الساقط والشعاع المنعكس، فهنا مدالي ب30، دي كلها 90، تشيل منها 30 تفضل 60، ودي تبقى 60 ودي هتبقى 30. طيب هنا بيقول لي زاوية السقوط على المرآة ألف تكون بكام؟ هنقول له بتكون بتساوي 60. زاوية الانعكاس على المرآة ب هتكون بتساوي كام؟ برضو بتساوي 60. عندك الزاوية المحصورة بين المرآتين اللي هي الزاوية دي، دي مراية ودي مراية، الزاوية بينهم اللي هي دي تكون بكام؟ سهل، هي يعني مش دي احنا قلنا ب30؟ اه، ودي برضو دي ب30، يبقى اللي قصادها هنا ب30، يبقى دي 30 و30 كام؟ 60. احنا عندك مجموع زوايا المثلث كام؟ 180 درجة، يبقى هنا مديني 30 وهنا 30 60، هنشيلهم من 180 يتفضل كام؟ يتفضل لك 120، تمام؟ يبقى احنا هنقول 180 ناقص 60 هتفضل لي 120 درجة، يبقى الزاوية دي كلها ب120 ايه؟ درجة. طيب عندك بعد كده رقم 2، يجي يقول لي أكمل الشكل المقابل ثم احسب قيمة الزاوية التي يسقط بها الشعاع المنعكس على المرآة ألف. المرآة ايه؟ هو هنا سقط على المرآة ايه؟ بزاوية 45. سقط على المرآة ايه؟ يبقى هنا عشان ينعكس هينعكس على المرآة بي، تمام؟ ركز معايا كده بالراحة، نكمل الشكل ده ازاي؟ بالشكل ده كده اهو، هوت يعني كده مراية وهي، ودي برضو مراية سطح عكس اهو، هنا الشعاع سقط كده بزاوية 45، يبقى هينعكس على الشعاع ده اهو كده اهو برضو بزاوية، هنعمل هنا دي ب45، نعمل عمود مقام هنا دي كلها 90، يتفضل لي هنا كام؟ 45 برضو، هنا 45 وهنا 45. طيب دي كده زاوية قايمة، عمل لي زاوية قايمة مع المراية التانية دي 90، يبقى هنا 45 تبقى دي 45. طيب هنا الزاوية هنا هتبقى صفر، ليه؟ قالك لأن هنا الشعاع سقط عمود، سقط ايه؟ عمودي على السطح العاكس، طالما سقط عمودي يبقى في الحالة دي الزاوية هتساوي صفر، زاوية سقوطها أو الانعكاس هتساوي ايه؟ صفر. طيب عندك بعد كده يقول لي في الشكل المقابل سقط شعاع ضوء على المرآة A، مرآة A وهنا مرآة B، الشعاع سقط عمودي على المرآة A، سقط شعاع ضوء على المرآة A بحيث كان موازيا للمرآة B، يبقى الشعاع ده موازي للمرآة B، تتبع مسار الشعاع حتى ينعكس عن المرآة B ماشي، ثم احسب زاوية الانعكاس عن المرآة B. طيب بالراحة، هو هنا هيبقى برضه اهي، ركز في دي كده، دي كده كده، دول مرايتين، مراية ومراية، دي A ودي B، هنا الشعاع سقط كده تمام. بص معايا، وهنا دي مدالي ب30، طب 30 يبقى لازم دي برضو تكون ايه؟ يسقط كده، وهنا هيعمل زاوية قايمة كده مع دي، يعمل زاوية قايمة هنا كده 90 درجة. طيب هنا مديني دي ب30، هتبقى برضو دي 30 ودي 90، يبقى كده 30 و90 يبقى كده 120، 120 تبقى دي بقى ب60، 120 تبقى دي ب60، دي 60، يبقى كده الزاوية دي 60 وتبقى زيها. هنا لو عملنا عمود مقام هنا يبقى ده تتقسم نصين، ده تبقى زاوية قايمة 60، يبقى دي ب30 ودي ب30، وتبقى اللي بره هناك كده برضو دي ب60 تمام،
يبقى دول كلهم كده 30 و30 دي 60، ودي زاوية قايمة يبقى 90، 90 و60 يبقى كده 120، يبقى اللي هناك دي هتبقى عاملة 60 درجة برضو عشان المجموع من الزوايا. طالما دي ب60 يبقى دي ب60، ودي برضو عاملة زاوية قايمة، العمود المقام هنا عامل زاوية قايمة، يبقى 60 نشيلهم من 90 يتفضل لي هنا 30، ودي برضو تبقى ب30 درجة. تمام، يبقى هي هتبقى بالشكل ده كده. طيب عندك بعد كده يقول لي من الشكل المقابل انقل الرسم الى كراسة اجابتك ثم ارسم صورة المثلث الف ب ج. دي طبعا مراية مستوية، هو انت عندك هطلع بس في المراية المستوية ان يبقى الجسم معكوس وليس مقلوب. يعني بص كده المثلث ده هنا، المثلث اهو مدهولي كده، الوتر اليمين على ايدك الشمال اهو الف ب ج، ده كده الوتر. المراية المستوية في النص اهي، خلي بالك بقى هو هنا على بعد كام؟ قال لي هنا 2 سنتي، وفوق هنا كده ألف على بعد 5 سنتي. لازم تراعي بقى المسافات دي، يبقى انت برضو هتاخد من هنا كده 5 سنتي، ومن هنا كده الحتة الصغيرة دي 2 سنتي، وهتبدأ ترسم مثلثك نقطة اهي، وتعمل لي هنا كده اهو اهو اهو. الوتر لازم يبقى قصاد الوتر، ده وتر يبقى قصاد الوتر اهو، باصص له عكسه. وهنا ألف تبقى هنا ألف، وهنا جيم تبقى هنا جيم اهي، وب هتبقى هناك اهي، لأن الصورة معكوسة. الصورة هتبقى ايه؟ معكوسة وليست مقلوبة. يبقى يطلع بالشكل ده كده. تمام. طيب عندك بعد كده يبقى هنا جيم على بعد 2 سنتي، برضو هنا جيم على بعد 2 سنتي، ب على بعد 2، دي كله 5 من ألف لحد المراية 5. يبقى لو نزلنا تحت من ب لحد المراية كام؟ الحتة دي برضو تبقى ب5، هو مديني منها 2 يتفضل كام؟ يبقى الحتة دي ب3، يبقى ب ج عاملة كام؟ 3. طيب هنا بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي ما بعد صورة النقطة بقى عن سطح المراية؟ النقطة بقى اهي، تبعد عن المراية بقد ايه؟ يبقى من ب لحد ج، احنا قلنا من ب لحد المراية كده 5، اللي عرفك لان فوق من ألف لحد المراية 5، هو هنا تحت مديني من ج لحد المراية 2، يبقى شال من 5 2 يتفضل لي كام هنا عشان نكمل 5 3؟ يبقى الحتة دي عاملة 3، يبقى بعد النقطة بقى هنقول له 3 سنتي. تمام. طيب نكمل مع بعض.